في لحظات بتاريخ الشعوب تنفصل السلطة عن الناس، وهذا اللي عم نشهده بلبنان صرنا أكثر من 3 سنين 4 سنين. بالتدرج عم تنفصل السلطة عن الناس، عن همومها، عن مصالحها. السلطة أصبحت عم تعمل مصلحتها مش مصلحة الناس، عم تتحاصص بين بعضها، سلمت قرار البلد، اشتغلت مصالح ضيقة، صفقات وصلت البلد إلى الانهيار الاقتصادي، إلى العزل الدولي. أصبحنا من دون أصدقاء ومن دون حدا قادر يوقف حدنا بهذه الظروف الصعبة. هذه حالات الطلاق بين السلطة والناس منا شيء جديد بتاريخ العالم. الشيء الجديد بلبنان أنه الشعب اللبناني قرر ينتفض على هيدا الطلاق ويذكر السلطة أنه لازم تكون على صورته وما فيها تكون منفصلة عنه. للأسف السلطة ما بدها تسمع حتى بعد الثورة يلي حصلت من 17 تشرين لحديث اليوم. هذه السلطة قررت تستمر بنفس النهج وتتحصن وراء جدران، تتحصن وراء القوى الأمنية والجيش اللبناني، كرمالتها ترجع تفرض على اللبنانيين استمرار النهج السابق يلي كنا كحزب واقفين بوجهه على مدى سنين طويلة لوحدنا. واليوم ما عدنا لوحدنا، اليوم أصبحنا نحن والشعب اللبناني بنفس المعركة عم نخوضها دفاعا عن مستقبلنا ومستقبل أولادنا. فهذه السلطة قررت اليوم أنه ترجع تجدد العهد لنفسها، تجدد العهد لنفس النهج من خلال حكومة طبق الأصل عن الحكومة السابقة، حكومة محاصصة، حكومة اعتمدت نفس النهج الاقتصادي بما أنه اعتمدت نفس الموازنة تبع الحكومة السابقة، حكومة مستمرة بتسليم قرار البلد، حكومة خاضعة للحسابات الضيقة للأحزاب الحاكمة أو المنظومة الحاكمة. لهذا السبب أكيد نحن ما فينا نعطي ثقة لحكومة هي منا إلا استمرار للنهج السابق. أما الأخطر من هيك، أنه هيدا الطلاق أو هيدا الانفصال بين الناس والسلطة عم بيتجسد نهار الثلاثة بالجلسة. حطوا عمروا حيطان يفصلوا الناس عن نفسهم، جهزوا العدة لقمع الناس، عملوا كل شيء استباقي تا يضربوا هيدي الثورة بصميمة، توقيفات، استدعاءات، كبوا السم الطائفة تا يفرقوا الناس عن بعضهم، جربوا يرجعوا يخلفوا المناطق. وهالشباب من كل الطوائف يلي حطوا كل شيء وراهم، حطوا كتف على كتف وعم بيناضلوا سوا من أجل مستقبل أفضل، عم بيعملوا كل شيء تا يرجعوا يكبوا السم والتفرقة بيناتهم، وأكيد فشلوا وأكيد ما رح ينجحوا. بالإضافة لذلك عملوا اجتماعات عدة تا يحضروا حالهم ليقمعوا الناس نهار الثلاثة، تا يكرسوا هذا الانفصال، وكرمال تا يعملوا جلسة هدفها واحد واحد، أنه يستمر النهج السابق. هدف هيدي الجلسة هو التطبيع، هو كسر هالنخوة اللي موجودة عند الشعب اللبناني ويقولوا لهم شو ما عملتوا نحن مكملين بنفس النهج بنفس الأداء بنفس الطريقة، وأنتوا ما رح تقدروا تأثروا على شيء. بهيك وضع أصبح حضور الجلسة نهار الثلاثة هو تشريع وأعطاء غطاء
لا استمرار النهج السابق ولا ضرب إرادة الشعب اللبناني المنتفض من أكثر من 3 أشهر رح يصيروا 4 من أجل مستقبل أفضل. أمام هيدا المشهد ما فينا نحن إلا ما نكون إلى جانب الناس من الميلة الثانية من الحيط مش من الميلة الداخلية للحيط. بدهم يخلصوا من هيدي الحالة عندهم خيار واحد، يردوا القرار للناس تترجع المؤسسات للناس ويرجعوا الناس للمؤسسات ونشيل هالجدران. انتخابات نيابية مبكرة تيكون المجلس النيابي صورة عن إرادة الناس ومش صورة عكس إرادة الناس. بدهم حقيقة يصالحوا الناس مع دولتهم، يسمحوا للناس يرجعوا يقرروا مصيرهم عن جديد. تقصير ولاية المجلس أصبحت المطلب الأساسي اليوم، لأنه هيدا المجلس رح يرجع ينتج هيك حكومات ورح يرجع يتصرف مثل ما عم بيتصرف اليوم. لهيدا السبب في حاجة أنه نقصر ولاية المجلس. القانون قدمناه نحن ب 30 تشرين 2019 لتقصير الولاية وإجراء انتخابات نيابية بأسرع وقت ممكن. أخيرا بدي أتوجه للمنظومة الحاكمة وبدي أقول لهم التالي: فيكن تعملوا اجتماعات للمجلس الأعلى للدفاع مرة واثنين وثلاثة وأربعة، فيكن تجندوا كل أجهزة الدولة، فيكن تخوفوا الناس قد ما بدكم، فيكن تعلوا الحيطان اللي موجودة بمجلس النواب، فيكن تعملوا اللي بدكم إياه. بشيل أكيد أنه ما رح تقدروا تكسروا إرادة الشعب اللبناني، ما رح تقدروا توقفوا شباب والصبايا كل الطوائف حطوا لبنان القديم وراهم عم بيطلعوا على لبنان الجديد لأنه يحققوا، ما رح تقدروا تمنعون. شو عملتوا؟ نحن نهار الثلاثة إلى جانب الناس، كل الكتائبين رح يكونوا عم بيواجبوا الشعب اللبناني بهالانتفاضة النظيفة الموحدة الموحدة لكل الطموحات لكل المناطق لكل الطوائف، تنرجع نحلم بلبنان جديد، برفض هيدي المنظومة، برفض هالنهج الفاشل يلي ما وصل البلد إلا للانهيار يلي عم نشوفه. نحن رح نكون مثل ما عرفتونا بهيدي الضفة من التاريخ، مش رح نكون بالضفة الماضية، رح نكون بضفة المستقبل مثل ما صارنا سنين عم نشتغل كرمال تنقدر نحقق لبنان جديد، لبنان مزدهر، لبنان حر، سيد مستقل، لبنان نظيف، لبنان عم بيحكموا ناس كفؤة، ناس عندها حرص فقط على لبنان وعلى شعب لبنان. هيدا هو نحنا، هيدا هو شغلنا، وهيك رح نستمر. بدي أتوجه لكل الشباب يلي صار لهم أكثر من 100 يوم بالشارع، بدي أقول لهم يعطيكم ألف عافية. الصبايا يلي اليوم أصبحت بالخطوط الأمامية يلي عم بتخطط واللي عم بتفكر بتنظيم هالتحركات، بدي أتمنى لهم مزيد من العزم والاندفاع كرمال تنقدر نستمر، ما نخلي حدا يكسر لنا هالثورة التاريخية يلي حصلت داخلنا بنفوسنا ويلي اليوم عم بتغير وجه لبنان. يعطيكم ألف عافية. المطران عبد الساتر كان اليوم عم بيعبر
كمواطن لبناني حر عم بيطمح يعيش ببلد أحلى. وما في أجمل من هذا المشهد اللي حضرناه اليوم. أنا اتصلت فيه وهنيته على كلامه، لأنه حقيقة نحن نتمنى بهذا الظرف نتطلع على بعضنا، وبتمنى من كل المسلمين يلي حضروا المطران عبد الساتر اليوم يتطلعوا لإله كمواطن، كمواطن منتفض مثله مثل حيلا مواطن آخر من موقعه. أكيد هيدا الموقف عنده وقع كتير كبير، بالأخص بالحضور يلي كان موجود، بس بالنسبة لإلنا هيدي هي إرادة الشعب اللبناني الحر يلي منه مستفيد من المنظومة الحالية. واليوم بعتبر أنه هيدا كمان رد كتير كبير على كل يلي عم بيحاولوا يكبوا التفرقة بين المسلمين والمسيحيين وبين المناطق اللبنانية. بدي أرجع أذكر الكل أنه بعد 17 تشرين صارت النبطية وصور وبيروت والزوق وجلديب وطرابلس والبقاع، صاروا كلهم واحد، مسلمين ومسيحيين صاروا واحد، عم بيطمحوا ببلد واحد حر حضاري متطور بحياة ديمقراطية جديدة. هذا هو اليوم الرسالة الكبيرة يلي عم بيوجهها سيدنا المطران، يلي عم بيوجهوها كل اللبنانيين الأحرار يلي ما عندهم مصلحة من استمرار هذا النظام الفاشل يلي وصل لبنان هون. يعطيكم العافية، شكراً.